بس في ناس كتير بتحب يسرى وانا واحد منهم، وهي كمان خيره جدا وبتحب الناس وبتعمل خير كتير جدا جدا، وعملت غنوه حب خلي الناس تحب. انا عايز اساعد الدنيا كلها بس لما يعني مرات اقول يا رب اديني القدره والقوه اني اقدر اساعد كل الناس. لان احنا بشر برضه، مرات تقدر تساعد مرات ما تقدرش تساعد، ومش في حاجات مش في ايدك، ومش تساعد بمعنى مادي، تساعد بمعنى معنوي، بمعنى قيمه الشيء، بمعنى انك انت ايه تسعد اللي حواليك، تعرف حقيقي تسعدهم حتى بالكلمه. الكلمه الحلوه صدقه، مش ده معروف؟ كلمه معنى ابتسامه مساعده كل الحاجات دي. يا ربنا خلقنا عشان نساعد بعض، مش نعادي بعض بس، مع انه برضو بيقول لك في اعداء كتيره ليك حتى من دمك. مظبوط. ولكن التسامح اهم والخير اهم من الشر. Everybody.